نسمع رئيس الجمهورية عم بدافع عن القاضي بيطار وهو مع إبقاء القاضي بيطار وعدم الشك بمسار التحقيقات بوقت أنه في ارتياب كتير كبير من قبل حزب الله بمسار هذه التحقيقات. طب هون يعني المشاهد أو أي مواطن لبناني بيضيع، ما هي هذه العلاقة التي تربط حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة فخامة الرئيس؟ شو هالعلاقة؟ هلا بطل برئاسة فخامة الرئيس، صار برئاسة الوزير جبران لا مصر. برئاسة فخامة الرئيس، لأنه التفاهم صحيح التفاهم جرى بين فخامة الرئيس والسيد نصر الله. اليوم شو هي هيدي العلاقة، لوين وصلت بوقت أنه الحملة موجهة على حزب الله مثل ما عم تقول، ورئيس الجمهورية يحمي القاضي بيطار ومع استمرار التحقيق وعدم الارتياب بمسار التحقيقات؟ مسار العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر الناس فهمتها على غير حقيقتها، وطبعا تم ضربها في كثير من الأحيان نتيجة الاختلافات في الأولويات. يعني حزب الله كلنا بنعرف أولويته فلسطين والمقاومة والتحرير ومواجهة الإرهاب، ورأسه مطلوب في كل المنطقة. يعني من أمريكا اليوم حزب الله صار عدو أمريكا، مش بس عدو إسرائيل. فكل هيدي الحروب والاستنزافات اللي عانى منها حزب الله واللي تعرض لها حزب الله لا شك تختلف في أولويتها عن التيار الوطني الحر. نعم. ومن خلال هذا المندرج نقدر نفهم أنه تعامل مع الملف اللبناني بيصير بيختلف من الزاوية اللي عم تتعاملي فيها نظرا لاختلاف الأولويات والرؤية اللي انت بدك إياها. طبعا بالتيار الوطني الحر كان عنده رؤية اسمها التغيير والإصلاح وحماية حقوق المسيحيين بين هلالين، طبعا لأنه هذا الشعار اللي حملوه. حزب الله عنده شعار هو المقاومة، السيادة في لبنان، تحرير القدس. هذا تحرير القدس له مترتبات طويلة. فالاختلافات ما بين الحزبين لم يفسد في الود قضية، إلا بمقدار ما لعب بعض العبثيون بالشارع أو من بعض اللي مش عجبهم التحالف مع حزب الله. حتى من داخل التيار الوطني الحر في أشخاص ما كان عجبهم هذا التحالف وكانوا عم بيقوصوا عليه من داخل التيار الوطني الحر تحت مسمى ناشط ولا تحت مسمى نائب ولا تحت مسمى ما بعرف شو. وصلوا إلى مكان صار الاحتدام السياسي بالبلد أكبر بكتير من الهوية اللي تجمع، كمان لأنه اختلفت التحديات واختلفت الأولويات. اليوم الوزير جبران باسيل يرأس التيار الوطني الحر، منشوف انه اختلافاته على الساحة اللبنانية مع الأحزاب والأطراف كثيرة. يعني اليوم هو والتقدم الاشتراكي على علاقة سيئة، هو تيار المستقبل على علاقة سيئة، هو وحركة أمل على علاقة سيئة، هو والكل باستثناء حزب الله. 100% هو والكل باستثناء حزب الله. نعم. هذا المطلوب من حزب الله انه كمان يختلف مع الكل كرمة لعيون التيار الوطني الحر. حزب الله مش هيك بيتعامل بالسياسة. بس حزب الله أيضا معروف عنه أنه هو كما يعامل حلفائه ينتظر من حلفائه أنه يعاملوه. يا ريت. بظل هيدا المفترض. يا ريت. بظل هذه الأزمة اللي عم يمرق فيها حزب الله وما يشعر به حزب الله من مؤامرة موجهة ضدهم وموجهة ضد سلاحهم ومقاومتهم، وأيضا يعني الأكثرية النيابية الحاصلة عليها محور المقاومة بهذا المجلس، يعني كل هيدي المؤامرة كان ينتظر حزب الله من التيار الوطني الحر أن يقف إلى جانبه. حزب الله لم ينتظر من أحد شيئا، بل انتظر من حلفائه أن يتفهم موقفه، هو أن يتفهم مسار الرؤية الاستراتيجية له بالحد الأدنى. لا طلب يقف معه ولا طلب يدافع عنه ولا طالب من حدا أي شيء. نعم هو ينتظر من حزب الله أن يتعامل حلفائه معه بالمثل، لكن مع الأسف يمكن شايفين اكتاف حزب الله اكتافه عريضة وبتحمل، فتركينه بهذه الزوبعة الإقليمية الدولية التي تحصل. وحتى مع الأسف يعني مع الأسف خلينا نكون واقعيين، بعض الإعلام لبعض الحلفاء، بعض اللي بيسموا حالهم ناشطين وبيحكوا باسم هيدي الأحزاب وكذا، تحاملوا على الحزب كثيرا بالوقت يلي الحزب كان له مساهمات كتير كبيرة في نقل لبنان من التبعية إلى الغرب نحو على الحد الأدنى الآن خلينا نكون حلقة الوصل. وبالتالي بقدر أفهم من سؤالك أنه ليش وزير الطاقة اللي كان محسوب على
جهة سياسية مفترض أن هي حليفة لحزب الله لم يتبنى ولم يتجرأ على أن يحمل باخرة النفط الإيرانية لتنزل في مصفاة الزهراني. سؤال، ليش هذا الوزير اللي شاف أزمة طويلة عريضة قدامه وزل الناس بشكل كبير لم يتحرك باتجاه دول معروفة؟ طيب هيدي ممكن بعض الأشخاص يقولوا لك أنه في المصلحة العامة، في عدم تعريض لبنان لأي عقوبات مفترضة، ممكن يبرروا له عمله لوزير الطاقة بعدم استقباله بالموانئ اللبنانية. ولكن موضوع المرفأ وتحقيقات انفجار المرفأ، منشوف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بيقولوا عم يشتغل انتخابات، لأنه هيدي المنطقة أكثريتها مسيحية، في انتخابات قادمة، وبالتالي يجب الضغط باتجاه استمرار هذا التحقيق. هذا التحقيق اللي عم يستمر ولكن على حساب حزب الله اللي هو حليفه الأساسي والوحيد. حتى حزب الله لا يريد للتحقيق أن يقف، بس بدك إياها بصراحة حقلك إياها، لا نريد لهذا التحقيق أن ينتج تحقيقا دوليا شبيها بتحقيق استشهاد رفيق الحريري. ما هو ما عم نوصل لتحقيقات دولية، ولكن التحقيق، لكن هلا شو اللي عم بيصير بتحقيق القاضي بيطار؟ إذا ما بده يكمل خلينا ننقل إلى تحقيقات دولية. اسمعي اليوم المسؤولين، إذا ما بدنا نكمل لنوصل إلى تحقيق دولي. طيب إذا القاضي بيطار ما عم بيستطيع أن يتحكم بموضوع القضاء ونمسك زمام القضاء في التحقيق بهذه القضية، خلينا ننقله إلى التحقيق الدول. مش هاي الأصوات اللي عم تطلع؟ لا، وفي صوت ثالث كمان عم بيقولوا، في يعني حتى أصوات القريبة من الرئيس بري بيقولوا إذا بده يضلوا مستمر هذا المسار بهيدي الطريقة، خلينا نرفع كل الحصانات ونمشي بقانون الرئيس سعد الحريري اللي بدأت بحديثي مع حضرتك. نعم. قلت لي إذا بدك رأيي، تحقيق مثل تحقيق انفجار المرفأ بتشعباته وبكل شيء لا يجب أن ينتظر لا حصنات ولا حمايات ولا رتب سياسية ولا رتب أمنية، ما لازم ينتظر أي حدا. هذا التحقيق بدك يا شفاف عن جد، وبدك يا تقدر توصل للحقيقة عن جد، كل الناس مثل بعضها، بس حط مسار متوازن وعادل. مش تروح أنت بالتحقيق إلى عنصر الإهمال والإخلال بالواجب الوظيفي، أوكي هو بيتحاسب عليهم، بس هو اللي فجر مش هذا اللي فجر. أنا بدي والشعب اللبناني بده مين فجر، مين جاب هيدي النترات إلى لبنان، كيف وصلت هذه الكمية وبقيت طول هيدي السنوات في لبنان، هاي الكمية اللي ضبطت في البقاع وبعد في كميات أخرى قد تكون موجودة في مناطق أخرى، ما بعرف. طيب هل حزب الله يمشي بموضوع اقتراح الرئيس سعد الحريري برفع الحصانات عن كل الهرم؟ حزب الله ما عنده أي مشكلة في رفع أي حصانات، حتى طالما رئيس الجمهورية، لأن يقال أنه حزب الله من حمى رئيس الجمهورية لعدم طالما يعني برجع تنفيذ هذا القانون. حزب الله ليس ضد أي رفع أي حصانة طالما كانت ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وطالما بتقدر تمشي فيها بمسار تحقيق عادل. مين قال انه حزب الله ما بده يغير القاضي بيطار؟ مين قال انه حزب الله بده يوقف التحقيق؟ بالعكس، حزب الله اكثر جهه طالبت بالكشف عن التحقيق، اكثر جهه طالبت علنا وجهارا وبالصوت العالي وبالصوت الودود وبالصوت السياسي انه اكشفوا النقاب عن هذا التحقيق، لانه حزب الله يدرك تماما أن وراء هذا التسييس، هذا التمييع، هذه المماطلة، هذه الضبابية، يخاف من أي فتنة في الداخل. الفتنة بتخوف يا جماعة، لأنه هذه الفتنة على مساحة لبنان بالاحتقان السياسي الموجود، على احتقان طائفي، على احتقان مناطقي، البلد ما بيحمل، لا وضعنا بيحمل، لا الأمني ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي. نعم، مين قال أن حزب الله بده يغير القاضي بيطار؟ بده من القاضي بيطار التزم مسار قضائي صحيح، كون عادل في ادعاءاتك، كون عادل متوازن في توجيهاتك للتهم، وامشي بمسار قضائي وفق الدستور وفق القانون، واعمل اللي بدك اياه، اللي بدك يعمله. اي حدا بتلاقيه من حزب الله هو رافع الحصانه عنه سلفا، بس انك تنتقي بهذه الطريقه، وزير ما بيتحكم إلا بمحكمة عليا، والنائب لا منشيل النقابة عنه، رئيس الجمهورية عنده علم، قائد جيش عنده علم، قائد جيش سابق موضع شبهة، شو كيف يعني عصفورية اتهامات ما عليه. طيب هل لو كان التعبير قاسي، بس عصفورية اتهامات،
يعني عم حاول اني اوجد خط بياني. حضرتك سالتيني قلتي لي خاسم خريطه، عن جد عم حاول ارسم خريطه لاقي شيء مشترك بالساحه بين هالمدعين مدعى عليه، ما عم لاقي شيء. وزير مالية سابق، وزير مالية حالي، واحد بيستمع له والثاني ما بيستمع له، وزير داخلية ما بيستمع له، وزير داخلية سابق بيدعي علاه، ما في شيء، ما ظابط. طيب وين القضاة؟ كيف حجزت هيدي شحنة النترات؟ كيف حجزت في العنبر 12؟ طيب القضاة عم يتحاكموا أمام الجهة المختصة فيهم. وين؟ ما سمعنا شيء، ما سمعنا لا مين القضاة المتهمين، ولا شو مساء، ولا شو تهمتهم، ولا شو التقصير اللي عملوه، وين وزراء العدل؟ في قاضيين يقال انه وين وزراء العدل؟ طيب وين وزراء العدل؟ فق القاضي في وزير عدل، وين وزراء العدل؟ يقال انه قاضي صوان ادعى على وزيرة العدل نجم، طرح اسماء من ضمن الاسماء، وبعدين وقف. طيب بس يقال انه وزراء العدل امضاء غير موجود على الكتاب المرسل من الوزارات المعنيه الى هيئه، ما في قرار قضائي بيطلع الا ما يطلع عليه وزير العدل، اطلاع من دون توقيع. اطلاع يعني اخذ العلم، كيف بده كيف قاضي قرار بحجز شحنه مثل النترات بكل هاي الكميه وزير عدل ما معه خبره من 6 سنوات، ولا وزير عدل معه خبر بغض النظر مين من كان وزير. هل صارت المعركه ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟ لا، ما في معركه بين التيار الوطني الحر وحزب الله، المعركه هي ما بين قضاء عادل وقضاء مسيس. قضاء العادل هو اللي عم بيطالب فيه حزب الله، واللي بيشوفه بيشوف حاله مع هذا القضاء العادل وبده هذا القضاء العادل وما يستثمر دم الناس بالانتخابات او بخلق فوضى او يعني بخلق التيار عم بيستثمر. انا ما عم بقول التيار، لا انا ما عم بقول التيار، انا عم بقول كل شخص يريد انه يمشي القاضي بطار بنفس النهج اللي ماشي فيه، نعم هو يريد ان يستثمر في دم الناس. استاذ فادي، ما هي معروفه اللي عم يدعم القاضي بطار هن حزبين مسيحيين لانه في انتخابات، تيار الوطن الحر والقوات اللبنانيه، لانه يعني مصورين، يعني التيار ضمنا عم يستخدم دماء الناس. هل التيار طالب القاضي بطار بالمضي بالتحقيق على نفس النهج؟ لا، قاضي التيار الوطني الحر طالب القاضي بطار انه يكمل بالتحقيق وفق ما تراه مقتضيات العداله. هيدي مقتضيات العداله؟ اذا هيدي مقتضيات العداله طبعا نحن مش مع القاضي بطار. العدالة يجب أن يكون هناك عدل وتوازن في توجيه الاتهامات والبنى القضائية. القاضي بطار ما التزم بأي شيء منها، بل أكثر من ذلك بدي أقول لك أنا أنه هودي اللي حكيته أنا مسؤول عنه ويعتبرون إخبار يعتبرون البدونية، ما بقدر أفهم قاضي عم بحقق بتحقيق عدلي بحجم انفجار مرفق بيروت بيلتقي بهودي 3 أو 4 جهات يلي بيشتركوا بمشروع واحد يلي هني البريطانيين والفرنساويين والسعوديين والأمريكان، ما بقدر أفهم إلا أنه هو ارتياب. من حقي أسأل ليش السفارة الفرنسية أو دولة فرنسا يلي إجت لهون إلى لبنان وتعتبر أنه هو لبنان ابنها الحنون، مدري أمها الحنون، ما بعرف أي واحدة منهم، ما بتقدم صور الأقمار الصناعية؟ لا، أمريكا اللي بتراقب النملة في لبنان بطل عندها أقمار صناعية تحطها في لبنان؟ طيب في شيء ست روان، في شيء واضح من خلاله، يعني اللي بيفكر بالعقل واضح بيخيل من خلاله انه حجب الاقمار والصور، صور الاقمار اللي طالب فيها فخامه الرئيس واللي هي اصلا يجب ان تكون في التحقيق، واضح من مسار التحقيق ومن القاضي صوان الى القاضي بطار تعاطي بعض الاطراف السياسيه في لبنان مع ملف التحقيق. الم تقل السفيره الامريكيه منذ 3 أشهر لقد اقفل التحقيق في انفجار مرفق بيروت؟ تصريحها موجود على اليوتيوب. بأي حق بتطلع بتحكي هذا الكلام؟ مين حضرتها لا تطلع تقول أقفل التحقيق أو فتح التحقيق؟ موجود، يتفضلوا يطلعوا يجاوبونا لي بدها تطلع تقول لقد أقفل التحقيق في ملف مرفق بيروت، وموجود التصريح باليوم وبالساعة وبالتاريخ. مين؟ شو محلها من الإعراب في موضوع مسار التحقيق الانفجار مرفق بيروت؟ جهة داعمة ومطالبة لحقوق الإنسان؟ تتفضل يقدموا لنا ما يدعم التحقيق، ما يكشف عن حقيقة الانفجار اللي وقع في مرفق بيروت. طب هيدا بناقض كلامك عن مؤامرة، إذا طلعت السفيرة الأمريكية قالت إنه أقفل التحقيق بمرفق بيروت، يعني إنه هيدا الشيء يمكن بيريح أقفل التحقيق الفني.
مش عم بحكي التحقيق القضائي، عم بحكي اقفل التحقيق الفني، يعني التحقيقات التي تم ارسالها. بتعرفي حضرتك في تحقيق كندي وايطالي وفرنسي وامريكي والماني وكل هذه التحقيقات اقفلت، وين هي؟ مين لمين سلمت هيدي التحقيقات كلها؟ بتكون للقاضي. انا عم بحكي عن اقفل التحقيق الفني اللوجستي لمرفأ بيروت. بصفتك شو موكله حضرتك عن لحتى تمشي بمسار القضاء او مطلعه على مسار التحقيقات؟ ليش القاضي بيطار بده يسرب معلومات عن موضوع الادعاء او سير التحقيق، وحضرتك من بدايتك بتقولي لي انه تحقيق الجيش اللبناني يتسم بالسريه؟ ليش في بعض الاعلاميين بده يروحوا يقعدوا بمكتب القاضي بيطار وياخذوا تسريبات اعلاميه منه بالوقت اللي ملف التحقيق عند الجيش اللبناني بصير يتسم بالسريه؟ في شيء ما واضح. هذا المواضح هو هذا اللي ضد حزب الله. طيب بتصور انه بعدين بس اضافه صغيره، اليوم نحن عم نحكي عن نترات او قبطان روسي، او يعني حكي كثير عن انه في شيء جهات روسيه من خلال ما تابعوا الزميل فراس. نعم. شو دور روسيا بالموضوع؟ هل سئلت الجهات الروسيه حول هذا الموضوع؟ حول موضوع القبطان او كيف تم، خاصة أن القبطان بيقول أنا أرسلت عدة رسائل إلى فخامة الرئيس بوتين. هل حقيقة استشاروا أو سألوا الروس الجهات الروسية عن موضوع الباخة والقبطان والنترات وكل هذه التفاصيل؟ في شيء غير واضح، هذا اللي بدي أقوله أنا. هو حتى التحقيق مع الجهات الخارجية عم بيكون شوي ما كتير واضح. وأكثر من هيك، يعني الوزير كميل بوسليمان الوزير السابق تحرك بخطوة تلقائيا من حاله، يمكن حمى المتضررين من جراء انفجار المرفأ أكثر مما القاضي بيطار نفسه عم يحمي المتضررين عبر يعني تقديم دعوة أمام السلطات البريطانية. يعني هون اللي ما كتير معروف هذا، يعني عدم الاهتمام بالشق الخارجي بهذا التحقيق ما بيوضعنا أمام تساؤلات، ما كتير عم ينفهم ليه بيوضعنا أمام تساؤلات إنه المطلوب هو تسييس هذا التحقيق لاستثماره سياسيا انتخابيا سميها ما شئتي. اليوم الجماعات الناشطة المدنية، يعني إذا فتنا بشق لأنه رح نترك شق لموضوع الانتخابات، إذا فتنا بهذا الشق، طيب الحراك المدني أو الثوار اللي انتفضوا لمساندة القاضي بيطار البارحة في أمام قصر العدل وأقفلوا طرقات في منطقة البقاع وعملوا يعني عملوا بعض طيب حضراتكم شو المطلوب؟ بتكون حقيقة التحقيق، حقيقة التحقيق تبدأ من قاضي نزيه وعادل، حقيقة التحقيق يبدأ من دولة فعلا فعلا قادرة على أن تتحمل مسؤولية دماء شعبها، من دولة قادرة فعلا أن تضع أصبعها على الجرح الحقيقي، مش الاختصاص السياسي من هذا أو ذاك. فخامة الرئيس طلع بعد انفجار مرفأ بيروت، وأنا بسأليني أنا بقول لك هذا خطأ، قال 5 أيام بنكشف التحقيق، صح؟ ولا ب50 سنة على هذا المسار بينكشف تحقيق، وحيضل استثماره مثل استثمار قضية الشهيد رفيق الحريري في هذا البلد. قديه بقينا بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ 14 سنة 15 سنة، لآخر شيء جا وين وصلنا؟ وصلنا إلى تلفن عياش. قضية بحجم هذا البلد ارتداداتها حصلت ما حصلت في كل المنطقة، بالآخر جينا إلى تليفون أو شخص هو اللي قام بكل هذه العملية. هذه مسخرة، استنفاد أموال، أدي دفعنا أموال على المحكمة الدولية، أدي عملنا فتن بالبلد، أدي صارت الاتهامات الجزافة صارت ترمى لحد اليوم. لحد اليوم بتلاقي في أطراف سياسية بتقولك مثل ما قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. البعض يعني يشابه توقيف الضباط الأربعة بال2005 بمحاولة الوزراء الأربعة. هذا اللي عم لك إياه، أخاف أن تتحول هذه القضية إلى قضية مشابهة لاغتيال الشهيد رفيق الحريري. في أسلوب التعاطي القضائي الدولي معها، وفي تعاطي الدول معها، وفي أيضا استحلاب الأموال من الدولة اللبنانية كما تم فعلها بقضية. صعب نوصل على التحقيق الدولي ولبل مرفوض، يعني حتى بالتصريح الإعلامي بعد الانفجار. بس إنما بدأ الحديث عنه
فخلينا نقطعها من بدايته. يعني موضوع التحقيق الدولي، لا، في عندنا قضاة نزيهين وفي مسار قضائي فينا نتفق عليه، في تحقيق موجود وسهل الكشف عنه. خلينا نقطع الشك باليقين. يتفضل قيادة الجيش اللبناني تطلع تعلن هذا التحقيق، يتفضل فخامة رئيس الجمهورية يعطي أمر إلى الجيش اللبناني للكشف عن هذا التحقيق. أبعدوا شبح الفتنة عن هذا البلد من خلال التحقيق في مرفأ بيروت. طب هيدا إذا حتى رئيس جهات دولية تتخوف، حتى جهات دولية تتخوف من استثمار هذا التحقيق لتحقيق مآرب وخروقات أمنية داخل البلد. طب هي إذا القصة أنه يوجه أمر أو نداء رئيس الجمهورية إلى قيادة الجيش لكشف هذا التحقيق، لماذا حزب الله لا يطلب هذا الموضوع طلب من رئيس الجمهورية؟ طلب وما استمع رئيس أبداً الجمهورية من طلب طلب، وهو بالأخير رئيس الجمهورية هو يقدر. أما اليوم أنت حضرتك سألتيني من شوي ليش حزب الله رافض، وهون قبلان حزب الله هذا موقفه، التيار الوطني الحر هذا موقفه، بيلتقوا بساحه مشتركه؟ لا، ما التقوا بساحه مشتركه، عادي. طيب لكل له رايه ونظرته في هذا الموضوع. بس انما انا استمعت الى تصريح التيار الوطني الحر، ما قال بدنا نكمل القاضي بيطار على نفس الوتيره اللي ماشي فيها، بمعنى قال انه بده القاضي بيطار. بس استاذ فادي، كمان رفض التيار الوطني الحر ينزل على مجلس النواب وقت توقيع عريضه الاتهام. صحيح، هذا دليل على انه التيار الوطني الحر بده يكمل مع القاضي بيطار، مرتاح للشخص القاضي بيطار، لكن هذا لا يعني انه في كمل القاضي بيطار بس لانه في تيار او تيارين بدهن اياه بهذا البلد. في مسار قضائي، من حق اي متهم انه يطالب بقاضي نزيه، من حق اي دوله، من حق اي جهه في لبنان تقول هذا القاضي مش نزيه، بدنا قاضي نزيه. بسؤال أخير بهذا المحور لأنه أخذ كتير وقت، هل ممكن أنه نشوف أو نستمع إلى حزب الله عم يطلب رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية؟ حزب الله يطالب برفع الحصانة عن كافة النواب والوزراء والرئيس وأي منصب في ممكن الدولة، نوصل لها أي منصب بالدولة إذا كان خليني نشدد على إذا كان يتبع المسار القانوني والدستوري أولاً، اثنين إذا كان في تبني لمسار قضائي عادل ومتوازن. أنا عم بقول لك أكبر خطأ في هذا البلد أن تبقى في حصانات وألوي ورتب وما بعرف شو أمام انفجار مثل هذا الانفجار. بس بالبداية اتبع القانون وكون متوازن وعادل في أحكامك، غير هذا الكلام رح تخلي كل طرف يتمترس خلف طائفته وخلف حزبه وخلف موقعه السياسي. هودي ثلاثة مقبرة هذا البلد، وإذا ضلينا متمترسين حول هودي ثلاثة رح نوصل إلى فتنة لا تحمد عقباها، وهذه الفتنة أين ستستثمر؟ في سد العصب الانتخابي في الانتخابات.